حضورنا اليوم هنا بمدينة طنجة من أجل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باسمي الخاص ونيابة عن كل عضوات وأعضاء المنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي داخل الوطن وخارجه. نحتفل كالعادة كل سنة 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، فهذه المناسبة السعيدة نحتفل بهذه المناسبة تكريما للمرأة المغربية، وسنقدم تكريم لعدة شخصيات وطنية قدمنا خدمات جليلة للوطن، والشكر الجزيل لكل من ساهم من بعيد أو قريب بإنجاح هذه التظاهرة الوطنية، والشكر كذلك لجريدة أخبار الفجر وكل الجرائد التي تواكب المنتدى على الصعيد الوطني والدولي. شكرا. أولا نشكركم على وجودكم لدعم الأنشطة الجمعوية بصفة خاصة وجميع الأنشطة الوطنية بصفة عامة. في الحقيقة هذا نشاط يليق بالمرأة المغربية، وكما عود جميع العالم أن قضية حقوق المرأة التي تحتفي بها كل شعوب العالم تكون المملكة المغربية قطبا وحيدا وقطبا بارزا في إنجاح هذا الحفل الذي يعد في نفسه وقته هو دفاعا عن حقوق المرأة، وإرطاء المكتب الجهوي والإقليمي طنجة أصيلة على الاحتفاء بهذا اليوم العالمي لنعطي للمرأة حقها، رغم أن حق المرأة قد جاء في الإسلام وثمن وجوده أو حقه صاحب الجلالة في الدستور الجديد، إلا نحن كمجتمع مدني نؤدي واجبنا بالاحتفاء بهذا اليوم العظيم لنقول للمرأة المغربية كل سنة وأنت بخير، وكل سنة ونرى فيك ازدهارا وتقدما، وشكرا لكم على قدومكم إلى مدينة طنجة. الآن موجودين في مدينة طنجة لاحتضان واحد الحفل، حفل بمناسبة 8 مارس لعيد المرأة اللي خصنا ماشي غير نحتفلوا به، خصنا نحتفلوا به 365 يوم في العام، واللي منظمه المكتب الجهوي لطنجة أصيلة للمنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي. ومن خلال هذا اليوم هذا كنهني المرأة المغربية والمرأة العالمية، وتنتمنى لها التوفيق في المسار ديالها، وتنقول لهم بالدارجه ديالنا راكم التاج فوق راسنا. متابعين قناه اخبار الفجر المغربيه، اليوم بمدينه طنجة والميكروفون للعنصر النسوي بهذا الحفل، الكلمه لك، لو ممكن تعطينا الاسم الكامل ديالك والصفه ايضا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمي شيماء العبد بصفتي الكاتبه الاقليميه لمنتدى الدولي للتعاون المغربي الافريقي جهة طنجة أصيلة. إذن لو ممكن تكلمينا على الحفل ديال اليوم، أي مناسبة؟ حفل هو اليوم لشهر مارس في كل عام يقام بحفل بالنسبة لليوم العالمي للمرأة، فارتأينا نحن كمكتب إقليمي أن ننظم هذا الحفل، ونتمنى من الله إن شاء الله يكون هادشي في المستوى. شكرا جزيلا. وعيد مرأة أو يوم عالمي للمرأة؟ سعيد سعيد دائما المرأة، وأنتم كذلك المرأة. شكرا. ننتقل الى الجهه الاخرى مره، وما شاء الله زعما منورين الالوان، ما نقول لكمش كديري. الاسم والصفه. غيتا ميلمين، نائبه الكاتب الجهوي بالمنتدى الدولي للتعاون المغربي الافريقي جهه طنجة تطوى الحسيمه، وكذلك مستشاره بالمكتب الاقليمي لفرع طنجة أصيلة. ما شاء الله. وبهذه المناسبه وبهذا نقول حنا الطربوش الجميل والرائع لاختك، شكرا شكرا، انت الرائعه عليك، الاناقه لك، شكرا لاختك. الحفل ديال اليوم اذا بمناسبه اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، ارتأينا نحن أعضاء المكتب الإقليمي لطنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف المكتب الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة أن نحتفي بالمرأة المغربية خاصة وكذلك المرأة العالمية عامة هنا بالشمال، طبعا بمدينة طنجة عروس الشمال، عروسة الشمال كما أحيي جميع النساء وأبارك لهن هذا العيد، وكذلك أنت الصحفية والإعلامية الجميلة والرائعة مريم، أهنئك وأقول لك عيدك سعيد ومرحبا بك بمدينة الشمال. إذن عيدي وعيدك وعيدها، تعالي لهنا. اذا احنا بالدور ديالنا جيناكم من مدينه القنيطره، وكنقولوا لينا كاملين يوم عالمي سعيد لكل النساء المغربيات ونساء العالم ايضا، بارك الله عليكم.